يا ساتر، انا عمري ما شفت غلاسه بالشكل ده. بتتكلمي عن مين؟ سي صلاح بتاعك ده ماله؟ كل شويه نط لنا ونازل مخالفات. هو الانسان اللي بيراعي ضميره في شغله يبقى غلط؟ ضميره والنبي انت عبيطه. لا يا ساتر، انا فاهمه انت عاوزه تقولي ايه، لكن تاكدي ان صلاح مش من اياه. عشان عبيط ما بتعرفش تنتهز الفرص. فرص ايه يا جدع انت؟ واحده مظلومه مش لازم ادافع عنها. مظلومه؟ دي تمثيليه عملتها عشان تلقى في المحفظه واستغلت هيافتك وعبطك عشان تدافع عنها. انت اصلك ما تعرفش ايمان، البنت دي عندها اخلاق. اخلاق؟ في بنت الايام دي عندها اخلاق؟ ايمان دي مش من اياهم. يا ابني يا عبيط يا اخويا يا اهبل، وفي اياهم ومش اياهم، ما كلهم النهارده بقوا اياهم. الباروكه والرموش الطويله اللي بتتركب والمدافع اللي بيحطوها والدوشهم اللي بيعلقوها دي بالذات طبيعيه جدا ومش مركبه حاجه ابدا صناعي، وانا رهنك. قابليني بعد ما تخلصي، عندي ليك عمل يناسبك، انت حلوه وتستاهلي كل شيء. وانت قليل الادب. بتقولي ايه يا مزمزيل؟ ايوه قليل الادب وسافل كمان. ازاي تقل ادبك على الاستاذ كده؟ ها؟ طبعا مش لاقي حاجه. يا فندم اصل عاوزني. لا 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 دي مش اول مره، الدوسيه بتاعك قدام اهو كله انذارات وخصومات. مكان ما تروح بتخلق لنا مشاكل. يا فندم انا مظلومه. بكل تحقيق مظلومه. النزلاء هم اللي بيعكسوك منك حلو. ما كل البنات زملائك حلوين. ادخل. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا سوسن. ازيك حضرتك يا فندم؟ الحمد لله، ازيك انت؟ اتفضلي، اتفضلي استريحي. انا اسفه يا فندم، هاخد من وقت حضرتك السمين نص دقيقة. بالعكس، انا برتاح جدا لما بشوفك. ماما عيانة. وديناها امبارح المستشفى. سلامتها ألف سلامة. عايزة سلفة؟ اكتبي لي ورقة وأنا أمضي لك عليها. لا يا فندم، خير حضرتك سابق. أنا كنت عايزة أستأذن وأروح لها المستشفى. أوي أوي، اتفضلي. ميرسي يا فندم. ألف سلامة لماما. لما تيجي بكرة الصبح تيجي تطمنيني على صحتها. ميرسي يا فندم، ألف شكر. كتر خيرك. هو ده النموذج اللي يجب إنك تكوني عليه. ليه ما تتعلميش منها؟ هتعلم يا فندم. بصي لها وهي بتضحك في وش الزبون. هضحك يا فندم. عايز الابتسامة دايما مرسومة على وشك. هبتسم يا فندم. يعني مقتنعة بكلامي؟ جدا جدا يا فندم. أنا هسامحك المرة دي، بس على شرط هتكون آخر مرة. آخر مرة يا فندم. اتفضلي على شوية. متشكرة أوي. بس عايز أشوفك دايما والابتسامة على شفايفك. كده أوي يا فندم. تمام كده. البلطية ظهرت على وش الماية، يلا عوم مصطادة. يا ابني أنا بغرق في شبر ماية. ما تبقاش عبيط، يلا ارمي الشبك واصطادها قبل ما يلا. ايه بس انت هتعمل ايه يا جدع؟ يلا مفيش وقت. طب ما تيجي تقعد هنا جنبي احسن برضه. يا عم يلا يلا اسحب اسحب. انسه ايمان، انسه ايمان، اهلا. اهلا استاذ صلاح. ان شاء الله حضرني. ايه ايه رايحه فين؟ رايحه فين؟ حصه جايه رايح حالا. اسندي معايا. بس لا مؤاخذه، اصلي كنت فات من هنا صدفه لقيتك خارجه. عامله ايه في الشغل؟ والله تعبانه قوي يا استاذ صلاح. ليه؟ الزبون قليل الادب، اضطريت اشتمه. يستاهل. امال راي المدير بتاعنا غير كده ليه؟ بيقول ان الزبون دايما على حق. لا مش كل الزباين، الزبون المؤدب هو اللي يعرف حدوده. يا ريت كل الناس تكون في اخلاقك كده يا استاذ صلاح. الله يخليك، تسمحي لي اركبك الفنكيشه. لا لا ما اقدرش ما اقدرش. لا اتفضلي بس وانا. اتفضلي في الفنكيشه. لا اسف. ليه؟ لو حد شافك معايا هيقول ايه؟ اخوكي خطيبك. والحقيقه غير كده؟ ما هي الناس ما تعرفش الحقيقه. انا عارفه. عن اذنك. اشقط اشقط. اشقط ايه؟ اشقط. هتشقط انت ولا اشقط انا؟ لا اسكت خالص. ايمان ايمان
انتي خايفه مني؟ بالعكس انا واثقه فيك. امال بتهربي مني ليه؟ عن اذنك. اطلع اخويا. جدع. مالك؟ ايه اللي حصل؟ يا ريت رحت الفريكيكو. خدني يا ابويا. ها؟ تاكلي سمك يا حبيبتي. اكل. ها؟ جمبري يا حبيبتي ما يضرش. ها؟ وبعد ما كان وشفنك عمل عملية في المهبب. يا خبر. اجي اخرتها. فضلت قاعد مستنية لحد المحل ما شط وجالي الجرسون وطلب مني الحساب. اضطريت ادفع. هرب الجبان من تمن الاكل. المرة دي هرب من تمن الاكل والمرة الجاية غيره برضه هيهرب، بس مين عارف هيهرب من تمن ايه. قصدك ايه؟ لا يا ايمان انا مش ممكن اوصل لكده ابدا. انا عارفة ان كل الشبان اللي بمشي معاهم مش بتوع جواز. امال بتشغلي نفسك بيهم ليه؟ عشان اعيش. هي المعية هتكفي ناكل ولا نشرب ولا نركب. على كده بقى مش هتتجوزي ابدا، لان اي شاب هيتقدم لك ضروري هيسال عنك وفي الاخر هيعرف انك كنت ماشيه مع واحد غيره. ما يعرف يعني؟ هو ما مشيش. ما هو ماشي وماشي. احنا في عصر المساواه يا ايمان.